إذا أرحب بك معنا سيد جون على شاشة القاهرة الإخبارية. ما مصير المهاجرين غير الشرعيين مع ما يفعله ترامب من تهيئة لكوادره قبل أن يستلم دخوله النظامي للبيت الأبيض؟ يجب أن نقول عدة أمور. عادة ما يحدث قبل تنصيب الرئيس، خاصة مع هذه الإعلانات التي قام بها الرئيس ترامب، أنك تجد الكثير من الناس يحاولون الدخول عبر الحدود قبل أن يصبح الأمر صعب للغاية أن تعبر الحدود، وفقا لما أعلنه الرئيس المنتخب ترامب. ثانيا، منذ اليوم الأول والرئيس المنتخب ترامب قد وعد أنه سيكون هناك نوع من الحدود مختلف، حيث عين اليوم توماس هومان، أي والمعروف عنه أنه قاس قليلا فيما يخص الهجرة، وأنه سيقوم بترحيل أولئك الذين هم موجودون في الولايات المتحدة بشكل غير قانوني. ما سيركز عليه هو أنه سيبدأ بالمجرمين، أولئك الذين يمثلون خطر على الأمن القومي، و هذا ما سيركز عليه بشكل فوري. هل هنالك من مفاجأة في هذه الأسماء سيد جون؟ يعني تواردت ربما تعيينات متسارعة من سوزي وايلز لستيفن ميلر لستيفانيك، ونتحدث منذ أيضا قليل أشرنا إلى توم هومان. هل هذه الأسماء مفاجئة أم أنها متوقعة كما حتى هذه اللحظة يتوقع العديد من سيأتي بالخارجية ومن سيأتي بالدفاع ومن سيأتي في الخزانة؟ هي أسماء متوقعة ومنسجمة مع ما يريده ترامب؟ نعم، أعتقد أن هذه الترشيحات بينها توم هومان كانت متوقعة. كان توم هو القائم بمدير أعمال هيئة إنقاذ قوانين الهجرة والجمارك في إدارة ترامب، وترامب وهومان قد عملوا عن قرب سويا، ولطالما كان توم فعالا في دعم الرئيس ترامب خلال الأربع سنوات السابقة، لذلك كان هذا أمر متوقعا للغاية أن توم سوف يتم إطلاق اسمه فيما يخص الحدود، وبالعودة مرة أخرى لإدارة إنقاذ قوانين الهجرة والإجمارك، بالشأن أن يعطيه كل الصلاحيات للنظر في كل الموارد التي سيحتاجها لأجل أن يجعل هذه الحدود ضمن الصعب غاية أن تعبر بشكل غير قانوني. لذلك سوف يبدأ بإعطائه كل الموارد من كافة الوكالات الأخرى، من بينها العمل مع وزارة الدفاع ووزارة العدل. نعم.